اللي بيهجموا أطفال، الأطفال هم اللي يهجموا، الشيوخ والأمراء ما لهم علاقة أصلا بالقتال خالص، ما لهم علاقة بالقتال. واللي حسيته واللي شفته أنا إنه مو جاي يقاتلون بشار الأسد، هذول جاي ينهون الشعب السوري وينهون الجيش الحر. هم يعملون معركة وهمية، المعركة الوهمية يفحصوا بيها المقاتل الصحيح والمقاتل الشريف اللي بده يقاتل نظام بشار الأسد، يشوفوا من يهجم، من يوصل مرحلة معينة، متى ما شافوا انه وصلوا مرحلة معينة ورجع طيب، بعد فترة يعملون معركة ثانية ويقتلونه. من ضمنهم اخوي انا ابو عبد الرحمن، ويعطون البدوين قتل كمان، يشربونه مع الاكل، يعطونه ما اعرف شو المادة كمان، يعني لاحظ انه من يجثي على الذبح او تقصونه قصاص ما يحكي ولا كلمة، مو بوعيه، والقاتل واللي يقتل مو بوعيه كمان.